ما سر هذا التمسك التركي بذات الشروط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قبل أي خطوة عسكرية قائمة؟ على الرغم من أنه في السابق كان هنالك عمليات عسكرية في ظل الوجود الأمريكي. أعتقد أن السر الرئيسي في هذا التكرار لعبارات انسحاب القوات الأمريكية بذات الشروط السابقة هو متعلق بأن تركيا وجدت في السياسة السابقة مع محور أستانا سياسة مجدية حقيقة لتحصيل أكبر مكاسب، وذلك على حساب بقية القوات الأجنبية الموجودة في سوريا، وهنا تحديدا المقصود الولايات المتحدة. لطالما كانت تركيا مع روسيا وإيران تنادي بانسحاب القوات الأمريكية من أجل مكافحة الإرهاب ومن أجل محاربة أيضا حزب العمال الكردستاني، وهي تجد أن هذه العلاقة مقابل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر جدوى لتحقيق هذه الشروط من مجرد فتح مسار مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل محاربة حزب العمال الكردستاني.